الأول الرئيسي للحيل وينطلق في هذه لحظات الشوط الأول الرئيسي للزمول، والكلمة وحيلها للزميل الكريبي بن جابر المري. شكرا يا أبو بريك. مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، انطلق على بركة الله وتوفيق أول أشواط الزمول وانطلاقات ومنافسات هذا السن للفترة المسائية من مسافة 6 كيلومترات. أتواصل مع الأسماء المتقدمة وكذلك أهني من اختطف ناموس أول أشواط الحيل الساعية، من أيضا قدم عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح آل خليفي له التهنية، مالك الساعية من سعت من أجل الناموس وانتزعت هذا الناموس الغالي في أول أشواط الحيل. وهذه انطلاقة جديدة من انطلاقات الزمول وهدير الزمول. أتواصل بالنداء مع المركز الأول لأرى الصدارة والمقدمة وانطلاقة مهجد راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. قدم لنا مهجد مع أيضا أول المراكز وهنالك المقدمة والصدارة. عذرا يا ابن قطيان شاهين لسعيد بن عبيد بن قطيان المري مع أول المراكز، ليأتي شعار بن دوحة مع المركز الثاني ثالث المراكز. التواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات متعب لحربي بن حمد بن هيان بن سالم العامري والمركز الرابع. أتابع تقدم رابع المراكز بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة بن داري لسالم بن حميد بن دلموج الظاهري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز التواجد والتقدم من قبل شاهين سهيل بن حمد بن محمد بن الأسود العامري، وهنالك المركز الخامس ينخطف من قبل مهيض حمد بن عتيق بن شامس العامري على المركز الخامس بهذه اللحظات. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء المنطلقة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. وأعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنشاهد المقدمة مع انطلاقة أول المراكز ومع تقدم شعار بن قطيان. شاهين يحلق مع الصدارة والسلالة الشاهنية منطلقة مع قيادة هذا الشوط، ومع تقدم شاهين لسعيد بن عبيد بن قطيان المري هو السعيد في هذه اللحظات مع انطلاقة شاهين بالمركز الأول. ثاني المراكز التواجد والتقدم من قبل مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري على ثاني المراكز. يقدم لنا مهجد بهذه الانطلاقة الجميلة ثالث التحديات، من تسلل إلى المركز الثالث بن داري لسالم بن حميد بن دلموج الظاهري بهذه اللحظات، أو سالم بن حميد بن دلموج الظاهري على المركز الثالث. رابع المراكز يتقدم متعب حربي بن حمد بن هيان بن سالم العامري، يقدم لنا شعاره الذي تميز في هذا الصباح وفي أيضا يوم الأمس مع انطلاق السنة الجذاع. المركز الخامس التقدم من قبل مهيض حمد بن عتيق بن شامس العامري، يقدم مهيض في هذه اللحظات بسجلاته الحافلة وبإنجازاته المستمرة أيضا برصيده العديد من السيارات. ينطلق بهذه اللحظات مع المركز الخامس يسير بمسيرة الكبار وينطلق بشعاره الكبير، ولكن أعود مع الصدارة أعود إلى شاهين كعادته دائما بالانطلاقات المميزة. هنالك أيضا ينطلق بشعار بن قطيان ممثل أبناء الدفنة، ينطلق هذا الشعار مع الصدارة مع المقدمة ومع القيادة السليمة. سعيد بن عبيد بن قطيان المري يتواجد شعاره مع شاهين بالمقدمة وبالصدارة وبالانفرادة بالكاميرا رقم 1 مع الكادر الأعلى. ينطلق انطلاقة أيضا الطيور الجارحة مع أول المراكز. المركز الثاني
ترى من انطلق بهذه اللحظات وتقدم بهذه الانطلاقة بن داري على المركز الثاني، يتواصل شعار سالم بن حميد بن دلموك الظاهري مع المركز الثاني. المركز الثالث من يحمل الرقم 3 مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوح المري. المركز الرابع انطلق من الجانب الأيمن، غير مجريات أيضا الانطلاق إلى المركز الثاني ليواصل مسيرته إلى الصدارة. محيض حمد بن عتيق بن شامس العامري بدأ يطلق عنان محيض بهذه اللحظات ليأتي على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. متعب لحربي بن حمد بن هيان بن سالم العامري يقدم متعب ليتعب الأسماء المتواجدة، ولي أيضا يستريح مالكة حربي بن حمد بن هيان العامري ليحارب الأسماء المتقدمة. المركز الرابع التواجد من قبل مهجد لراشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. والمركز الرابع والخامس من الجانب الأيمن يتواجد في هذه اللحظات وينطلق بن داري لسالم بن حميد بن دلموك الظاهري مع المركز الخامس. لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة المتقدمة والمتنافسة بمسيرة هذا الشوط وبانطلاقة هذه الأسماء، ولكنني أرى الشعارات القادمة والشعارات الآتية خلف الخمسة المراكز المتقدمة لها نصيب الأسد، ولكن ترقبوها في الأوقات أيضا الحساسة وفي الأمتار الأخيرة بانطلاقة هذا الشوط. تغيرت أمور أول المراكز، انطلق مهيض مع الصدارة، انطلق مهيض بالقيادة، حمد بن عتيق بن شامس العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة مع أول المراكز كما هو معتاد بالانطلاقات مهيض، وكما أيضا عود جماهيره بانطلاقات أول المراكز. يتواصل مهيض بالقيادة السليمة، ولكن يا الشامسي وصل على المركز الثاني. متعب، متعب قادم على ثاني المراكز. حربي بن حمد بن هياب بن سالم العامري متواصل شعاره مع المرتبة الثانية والمركز الثالث. التواجد من قبل ثالث المراكز والتقدم من مهجد، تقدم مهجد على المرتبة الثالثة لعلي بن أو راشد بن سالم بن علي بن دوحة المري. والمركز الرابع القادم أحلى مع تقدم المختبر، وصل المختبر ناصر بن حمودة بن حمد الإحباري. والمركز الخامس القادم زيدان عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني مع زيدان، ومع تقدم هذا الشعار بدأت الأسماء تتقدم بهذه اللحظات، والشعار بالراية قادم والشعارات آتية لا محالة. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع متعب، متعب وحربي بدأ يحارب الأسماء بالانطلاقة مع القيادة، بدأ أيضا يبارز الشعارات بانطلاقة الشعارة حربي بن حمد بن هياب السالم العامري مع المقدمة. المركز الثاني محيض على ثاني المراكز، حمد بن عتيق بن شامس العامري يقدم لنا أيضا انطلاقة مهيض بالثنائية الجميلة، ولكن الثالث هنالك القادم والآتي المختبر. وصل المختبر بهذه اللحظات وتقدم زيدان لعبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني مع المركز الثالث. المركز الرابع قادم ذباح علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت، وهنالك ايضا شعار الرميثي بدا يتواصل مع المركز الثاني، ويتقدم مصيح لسعيد بن حمد سلطان بالكديده مع المركز الثاني. اعود مع الصداره، اعود مع المقدمه مع مجريات كيلو متر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير بتواجد هذا الجمهور الكثير الذي يتابع هذه الانطلاقات المميزه، يتابع هذه التواصلات المستمره على ارضيه ميدان التحدي. تقدم بهذه اللحظات، انطلق متعب ليتعب المشاركين بانطلاقته مع القيادة، ذباح قادم ومتعب صامد مع المقدمة حربي بن حمد بن هياب سالم العامري. والمركز الثاني الله يا زيدان، زيدان بدأ يزيد من سرعته، عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشواني، وهنالك ذباح قادم مع علي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت المري بدأ ينطلق مع المركز الثاني، ولكن ذباح غير أمور مجريات هذا الشوط. متعب ما زال، متعب ما زال مع صراع مع النزاع، وذبح انطلق، انطلق مع الناموس، انطلق مع التتويج، انطلق مع أول المراكز، انطلق بشعر علي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت ليذهب بنا
ناموس أول أشواط السمول وانطلاقاته ومنافسات أول الأشواط، يذهب به أيضا انطلاقة مميزة من قبل ذباح ولحظة قدومه إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. التهاني والتبريكات لعلي بن عبد الله بن عبد الهادي بن حبيش النابت المركز الثاني، متعب لحربي بن حمد بن هيال العامري المركز الثالث، كان الوصول من قبل زيدان لعبد الهادي بن ناصر الشوال المركز الرابع، كان الوصول من قبل مصيح لسعيد بن حمد بالكتيد المركز الخامس، كان التوازي من قبل جزاء لسالم الصالح ثم قارح. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء شاهدنا القوه في هذا الشوط والانطلاق والمنافسه المستمره حتى الامتار الاخيره من ايضا التتويج ومن خط الفيصل خط النهايه. نتابع ملخص الشوط الذي قضى قبل قليل بانطلاقاته وما دارت من تغيير المراكز، هذا هو على شاشه قناه البدء. مهيض عندما غاد مجريات هذا الشوط، وهذه ايضا انطلاقه مميزه من قبل ذباح من انطلق الى اول المراكز وعانق الناموس في انطلاقته ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. توقيت الزمن 9:39 28 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعلي بن عبد الهادي بن حبيشة النابت المري على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز وصل المتعب، توقيت الزمن 9:39 78 جزء من الثانية. نهني ونبارك لمالك متعب حرفي من حمد بن هيان العامري المركز الثالث، كان الوصول من قبل زيدان، توقيت الزمن 9:41 18 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهوان الهاجري على حصول زيدان على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. مشاهدينا الكرام متابعينا